صراحة ما قصرتي، أنا أشكرك على العزومة الحلوة اللي سويتيها. صراحة أنا اللي لازم أتشكرك على الاستقبال الظريف اللي استقبلته لباسل. الله يعزك مثل ما بتضل عززني. هذا ضيف، مو أي ضيف، هذا أخوك. ما قصرت، طول عمرك مبيض لي وجهي ورافع لي راسي. طيب ديما، ممكن نخلي المجاملات حتى على جنب وتقولي لي وش سالفة أخوك؟ كيف يعني؟ يعني الوجه البشوش اللي شفتيه في السهرة يوم كان أخوك موجود كان علشان لا أصغرك قدامه ولا أسود وجهك، رغم أنه كان قاعد في بيتي ويكثف وجهي. باسل؟ ليه بشو كذا؟ حتى أنت كنت مشاركة معها في الكذب. حبيبي الله يخليك لا توترني، يعني أكيد في سوء تفاهم ولا أنت فهمان شي غلط. نحن بشو كذبنا عليك؟ أنت متى تعرفين أنه كان موجود في السعودية وساكته؟